السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث متوسط، أهلا وسهلا بكم في مرشحات الأدب والنصوص. عندنا السؤال الأول، ما أصل كلمة الأدب؟ شنو أصلها؟ أصل كلمة الأدب هي المأدبة، هي أصلها المأدبة. فقد كان العرب في عصر ما قبل الإسلام يطلقون على الطعام الذي يدعون الناس إليه مأدبة، وتطورت اللفظة في هذا العصر الإسلامي. عندنا شنو صار يسموه بالعصر الأموي؟ العصر الأموي كان يسحوله المربي أو المعلم، والعصر العباسي كان يعني التهذيب والتعليم، وفي العصر الحديث ما أنتجه الكتاب والشعراء من جميل النثر والشعر. يقول ما عندنا هنا، ما هو الشعر وما هو النثر؟ الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى، وله أربعة أنواع: الوجداني والملحمي والتعليمي والتمثيلي. أما النثر هو كلام مرسل لا يتقيد بالوزن، وله أنواع منها المقالة والخطابة والقصة والرواية والمسرحية. نجي أيضا عندنا أعزائي الطلبة، عندنا هنا الشعر قسم الباحثون العصور الأدبية علما إلى ستة أقسام. عندنا عصر ما قبل الإسلام، وعصر صدر الإسلام، والعصر الأموي، وأيضا العصر العباسي، والعصر العصور المتأخرة إضافة إلى العصر الحديث. عندنا في العصور ما قبل الإسلام كانت عندنا المعلقات والمفضليات والأصمعيات وكتب الحماسة. عصر صدر الإسلام أهم الشعراء اللي موجودين هم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواح. بدأت الحاجة إلى النثر بعد انتقال الرسول من مكة صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، واطلاعه بأمور الدولة في داخل المدينة وخارجها. الأغراض الشعرية اللي دخلت على موضوعات القصيدة العربية في العصر الأموي، دخل عليها شغل الغزل والمديح والهجاء، فضلا عن ظهور القصيدة السياسية وشعر الحنين إلى الأوطان والنقاب. أما النثر فتضاعفت الحاجة إليه. العصر الأموي كان عصر الخطابة الذهبية، إذ وجد ديوان خاص للرسائل فضلا عن ازدهار في الخطابة. العصر العباسي ظهرت فنون جديدة فيه، مثل الشعر التعليمي والشعر الصوفي وشعر الطرد وغير ذلك. من أبرز شعراء العصر العباسي بشار بن برد، أبو نؤاس، أبو العتاهية، دعبل الخزاعي، وأبو تمام المتنبي، والشريف الرضي. من أبرز كتاب العصر العباسي ابن المفقع والجاحظ وأبو حيان التوحيدي وابن العميد والصاحب ابن عبادة. بالعصور المتأخرة عندنا من أهم شعراء العصور المتأخرة هو صفي الدين الحلي، فضول البغدادي، لسان الدين ابن الخطيب، وابن منظور، وابن خلدون وغيرهم. زين، أيضا عندنا هنا شوكت عد الباحثون على مصر بداية، لماذا يعني خلوا بداية الباحثون حملة نابليون بونابرت؟ السبب لأنه تأسيس مطبعة بولاق سنة 1882 وإصدار جريدة الوقائع المصرية، إضافة إلى أرسال البعثات وتأسيس معاهد التعليم. من أبرز شعراء العصر الحديث محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، والحبوبي، والزهاوي، الرصافي، الجواهري، السياب، نازك الملائكة وغيرهم. أيضا ظهرت بالعصر الحديث فنون نثرية جديدة كالمقالة والقصة والرواية والمسرحية الشعرية والنثرية. عوامل نهضة الأدب في العصر الحديث كانت أولها حملة نابليون على مصر، والبعثات العلمية والمدارس والصحافة والطباعة، إضافة إلى حركة التأليف. نعرف هنا من الصحف اللي ظهرت هي الوقائع المصرية، الزوراء العراقية، الأخبار اللبنانية، والرائد التونسية، مرآة الأحوال، والجوانب في الأستانة. أيضا من الأبرز اللي كانوا أسماءهم لمعت في الترجمة رفاعة الطهطاوي والمنفلوطي، وأيضا الفضيلة ترجمة ماجدولين الفضيلة، والشاعر وفي سبيل التاج، هاي كلها من ترجمهن المنفلوطي. نجي من أنواع الشعر من حيث الموضوع: الوجداني، الغنائي، أو المسرح التمثيلي، التعليمي، الملحمي. من حيث الشكل عند الشعر العمودي والشعر الحر وقصيدة النثر. أقسام النثر هي النثر الفني والنثر العلمي. شنو المقصود بالنثر الفني؟ هو الذي يكتب بأسلوب أدبي فني يختلف عن لغة التخاطب، وهو على قسمين: إبداعي ووصفي.
النثر الإبداعي من أنواع الخطابة والمقالة والقصة والرواية والمسرحية والسيرة الذاتية وأدب الرحلات. النثر الوصفي يشتمل على الدراسات المتعلقة بنشأة الأدب الإبداعي وتحليله وتقويمه، مثل كتب تاريخ الأدب وكتب النقد الأدبي. نجي ما المقصود بالنثر العلمي وما خصائصه؟ هو النثر الذي يعني بالموضوعات العلمية الإنسانية والعلمية وأهم خصائصه الدقة والوضوح والتركيز والإقناع والابتعاد عن التكلف والتعقيد. عندنا أول شعراء هو أحمد شوقي أمير الشعراء، لقب بأمير الشعراء. من أهم مؤلفاته أو مسرحياته الشعرية، أول شيء عند الشوقيات، إضافة إلى كلبت رقمبيز ومجنون ليلى وعنترة. عند قصيدة ولد الهدى في الكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، تحفظ منها 7 أبيات. عندك هاي المعاني أيضا المدلول اللغوي. عندنا هنا ماذا عبر شوقي في قصيدته ولد الهدى؟ احتفاء الأرض والسماء بميلاد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، وإذ كانت الملائكة يتقدمهم جبريل عليه السلام يحفونه لحظة الولادة ويبشرون الدنيا به. ما الأثر الذي تركه نفي شوقي إلى إسبانيا في شعره؟ اتيح له فرصة الاطلاع على الحضارة الأندلسية والآثار العربية الشاخصة هناك. يقول ما العاطفة التي تلمسها في القصيدة؟ تلمس عاطفة حب وإعجاب بالرسول صلى الله عليه وآله، قد بلغت من القوة مبلغا لا حد له، مما دفع الشاعر إلى جعل الأشياء كلها تهتز وتتحرك طربا وإنشادا بهذا اليوم المبارك والذكرى العطرة. هذا كل ما موجود في الشاعر أحمد شوقي. عندنا معروف الرصافي، ليش سموه؟ من أطلق عليه الرصافي؟ اللي هو العلامة محمود شكري الآلوسي، لأن كان هناك أيضا معروف الكرخي في جانب الكرخ. كيف وقف الرصافي تجاه شرائح المجتمع؟ كان الشاعر كثير العطف على الفقراء والضعفاء، يصور آلامهم ويستحث قومه على الرفق بهم. ما مميزات شعر الرصافي؟ رصانة الأسلوب ومتانة اللغة، هاي مهمة جاي بيها بالوزاري، رصانة الأسلوب ومتانة اللغة. قصيدة الرصافي المرضعة للحفظ 7 أبيات، لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الأملاق ممشاها. هذه 7 أبيات تحفظهن. الأملاق اللي هو الفقر، الورس ونبات أصفر، و رثة يعني قديمة بالية. خاف يجيب لكم المدلول اللغوي. نجي هنا، ماذا يهدف الرصافي في قصيدته؟ ترسيخ القيم الأخلاقية التي دعوا إليها الأديان وميزة الشرق والأمة العربية من سواها، مثل مساندة الضعيف والإحسان إلى الفقراء ومؤاساة الأيتام ماديا ومعنويا، وتنمية روح التعاون والتضامن الاجتماعي. ما أسلوب الرصافي في قصيدته؟ استعمل لغة واضحة مفعمة بالحزن والتعاطف، فألفاظها كالأملاق وهو شدة الجوع، والورس وهو نبات أصفر، أعطى الصورة حية للأرمل المرضعة بإمكان القارئ تخيلها والإحساس بمعاناتها ومظلوميتها. ما العاطفة التي تجلت في القصيدة كلها؟ عاطفة الأمومة، هاي مهمة، من خلال رصد انفعالاتها وحديثها عن طفلتها والحزن والتعاطف، ومثال حي للشقاء والبؤس. إلى أي نوع من أنواع الشعر تنسب قصيدة الرصافي؟ إلى الشعر الاجتماعي. لماذا؟ لأنه يتناول جانبا من الحياة الاجتماعية. عندنا الشاعر الثاني اللي هو الجواهري. إيش لقب الجواهري؟ لقبه بشاعر العرب الأكبر وبنهر العراق الثالث. أهم دواوينه بريد الغربة، بريد العودة، أيها الأرق. عندنا عنوان قصيدته يا دجلة الخير، أيضا حفظ 7 أبيات، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتيني. عندنا ظمآنا يعني عطشانا، مقيل وقت النوم ظهرا، الأفانين الأغصان. ماذا تعد قصيدة الجواهري؟ تعد واحدة من أهم قصائد الشعر العربي الحديث، التي تجمع بين مشاعر الغربة والحنين للوطن والاشتياق له، وتظهر فيها الطبيعة الإنسانية في ثروتها وهدوءها وآلامها وأفراحها. يقول ماذا تعبر قصيدة الجواهري يا دجلة الخير؟ تعبر عن شوق الجواهري إلى وطنه وإلى دجلته وإلى ضفافها واصطفاف أمواجها. بماذا بدأ الجواهري قصيدته يا دجلة الخير؟ وبمن كان نهر دجلة؟ دجلة الخير ويكنيها أم البساتين للدلالة على الخصب، وكان ينادي محبوبته ويعترف بأنه ظمأه الأبدي
لا يجليه إلا دجلة، إنه ظمأ الشوق والبعد والاغتراب، وظمأ الحب والذكريات والحرية. ماذا يتمنى جواهري في قصيدته؟ يتمنى أن تكون دجلة بعمقها قبره، وشراع قاربها الذي تلعب بها الرياح كفنه، بل يطمح إلى أهون المطامح وهو قيلولة فوق حشائش ضفائفها. ما خصائص شعر الجواهري في قصيدته؟ طول نفسه الشعري وتنوع أفكاره وتراكم الصور والتي يعكس طاقة شعرية فريدة، وقدرته على توظيف الألفاظ في قوالب تعريفية موحية. نجي لماذا جعل الجواهري دجلة شاهدا على ما يمر به العراق بوصفه رمزا للوطن، يعني يقصد دجلة بوصفها رمزا للوطن ليناجيه ويبث شوقه ويشكو له ظروف الغربة والشعور بالاضطهاد. عندنا أحمد الصافي النجفي من الشعراء، شنو مؤلفاته؟ الأمواج، اللفحات، هزل وجد، الشلال، حصاد، السجن. عما يعبر الحوار الذي أجراه الشاعر على لسان البلبلين؟ يعبر عن شعوره بالحرية الذي ظل يراوده طول حياته، إذ أحدهما سجين في قفص مملوء بكل ما تشتهيه الأنفس من طعام وماء، وآخر حوض طريق يبحث عن غذائه بنفسه في الأراضي والزروع. يقول ماذا تعبر قصيدة الشاعر النجفي عن طعم الحرية؟ تعبر عن رغبة الشاعر الحقيقية وحبه الشديد للحرية، إنها قصة ذات هدف اجتماعي وسياسي، إذ يسعى الشاعر إلى تعميق مفهوم الحرية لدى أبناء مجتمعه. يقول ماذا ترى في معالجة الشاعر لموضوع البلبل وما الإيحاء فيه؟ إن السجن مهما توفرت فيه الراحة والطعام والشراب، ليس أجمل طعم من الحرية والعيش الحر الكريم والإيحاء فيه للحرية، فيسعى الشاعر إلى تعميق مفهوم الحرية لدى أبناء مجتمعه. لقد تجلت في هذه القصيدة مميزات شعر الصافي النجفي، ما هي؟ البساطة في عرض الأفكار وتناول الأشياء، والأسلوب القصص الهادف إلى تنمية روح التمرد على القيود بكل أنواعها، وهو يحضر عن ذلك أصدق تعبير. أعزائي الطلبة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإحنا مستمرين وياكم خلال فترة الامتحانات إن شاء الله بتنزيل المرشحات وشرح الدروس المهمة، إضافة إلى حل أسئلة الامتحان الوزاري. عندنا الشاعر الآخر اللي هو إبراهيم الوائلي. ما هي مؤلفات الشاعر إبراهيم الوائلي؟ ديوان الوائلي في جزئين، والشعر السياسي في القرن التاسع عشر، ولغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر، وثورة العشرين في الشعر العراقي. قصيدة إبراهيم الوائلي في العيش لنا حق، الحفظ 8 أبيات. يقول لقد استعمل الوائلي الكلمات الحماسية المجلجلة التي تحمل في طياتها القوة والتوبيخ، لأنه خطاب شائع في الشعر العربي في عصر النهضة، ليحرضهم على الثورة ومواجهة الطغيان بكل صوره والتحرر من سطوة الظلم. يقول بما يمتاز أسلوب قصيدة الوائلي؟ السهولة والإيجاز والإيقاع الحماسي المتمثل في تكرار حرف القاف المهجور، ليتناسب ذلك التكرار مع حماسية النص. هذا جايبي في أحد الأسئلة الوزارية. ماذا يعد نص الشعر للشاعر الوائلي؟ يعد مثالا واضحا للشعر التقليدي، اعتمد فيه الشاعر نظام الشطرين ووحدة الوزن والقافية. يقول بما تفسر تكرار البيت التالي في القصيدة؟ فليس الحزم أن تشقى وفي العيش لنا حق، لتأكيد الفكرة القائلة أن العيش من حق أي إنسان وليس أي عشق كل، بل العيش الحر الكريم، فحقوق الإنسان حق رباني وهبة الله سبحانه وتعالى لكل البشر. يقول ماذا تمثلت هذه القصيدة؟ صرخة استنهاضية خاطب بها الشرق للإشارة إلى الدول والحضارات الموجودة في هذه المنطقة، وهي مهد الحضارات الإنسانية ومهد الديانات السماوية كلها التي تعرضت لأنواع من الظلم والاضطهاد. أيضا عندنا بدأ الشاعر قصيدته بكلمة كفى، ما دلالتها؟ تبدأ بالقصيدة بمفردة كفى، وهي كلمة توبيخية لتكون أداتها التي يستعملها لنفض غبار الرق والعبودية عن قومه. الشاعر التالي هو إيليا أبو ماضي. يعد إيليا من الشعراء المهجر الذين تفرغوا للأدب والصحافة، ويلاحظ غلبة الاتجاه الإنساني على سائر أشعاره. شنو غلبة الاتجاه الإنساني على سائر أشعاره؟
الرابطة القلمية هي جمعية أدبية أسسها جماعة من الأدباء المهاجرين في أمريكا، من أهم مؤسسيها جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة. يقول: تذكار الماضي شنو هذا؟ هو ديوان شعري للشاعر إيليا أبو ماضي، جمع بواكير شعره فيه، صدر عام 1911. مجلة السمير أيضا أصدرها الشاعر إيليا أبو ماضي عام 1929، والتي تعد مصدرا أوليا للأدب لأدب إيليا أبو ماضي، كما تعد مصدرا رئيسيا من مصادر الأدب في المهجر. ما هي أهم أعماله؟ أهم أعماله الجداول والخمائل، تذاكر الماضي، وتبرن وتراب. عندنا: ماذا تجسد قصيدة الحجر الصغير للشاعر إيليا أبو ماضي؟ تجسد قصة رمزية رائعة عن حجر صغير في صد ضخم، استصغر كيانه فترك الوجود، فكان ذلك إذانا بسقوط السد، ومن ثم غرقت المدينة. يقول: لقد صور الشاعر الليل والنهار بصورة مجازية رائعة وضح ذلك. جعل الشاعر الليل كالكائن البشري يسمع ويرى، من يشكو فيحن إليه وهو يطيل السكوت، والإصغاء لمن يشكو ويئن منه. هل تجد أن قيمة الشيء ونفعه تعتمد على كبر وصغر حجمه؟ كلا، فقد صاغ الشاعر نصه صياغة محكمة بتصويره الحجر وحديثه مع نفسه، مقارنة نفسه بالآخرين، معتقدا أن لا جدوى من وجوده، فهو لا يقوم بوظيفة مهما مهمة مثلهم، ويرمز بها إلى استصغار بعض الناس قيمتهم في الحياة لاعتقادهم أن دورهم فيه فيها هامشي أو صغير، لذا أراد أن يهدم تلك الأفكار من أساسها. ما سمات أسلوب إيليا أبو ماضي؟ أسلوبه الذي عرف بسلاسة العبارة وسهولة اللفظ ووضوح الفكرة. ما الذي نستنتج من القصيدة؟ أن أهمية الأشياء ليس بحجمها وبحجم عملها في الكون، بل بدورها الفاعل والمهم في الحياة، فكل فرد وكل عمل لهم أهميته في الحياة، في هذه الحياة. نجي على الشاعر الثاني الآخر، أبو القاسم الشابي. ما هي مميزات شعر أبو القاسم الشابي؟ يمتاز شعره بالرومانسية واللفظة السهلة القريبة من النفس، ويدور في موضوعات الوطن والحب والطبيعة والذكريات. ما هي مؤلفاته؟ ديوان أغاني الحياة، له قصيدة إرادة الحياة للحفظ 8 أبيات. ماذا تحدث الشاعر أبو القاسم الشابي في قصيدته؟ تحدث عن قدرة الشعوب على مواجهة الطغيان ونيل الحرية بالتصميم على الحياة الكريمة والتمسك بها، فهو السبيل الوحيد لتحقيقها، لتحقيق ذلك. كيف يصور الشاعر الطبيعة؟ يصور الطبيعة إنسانا يتكلم، لأن لا تأبه بما تلقاه من مصاعب، فهي تتخذ من المنى ركوبا لها، لأن الذي لا يحب المجد ويسعى إليه سيكون مصيره في الأسفل. كيف ينادي الشاعر الأرض ويخاطبها؟ يناديها مخاطبا إياها يا أم، ويسألها: هل تكرهين البشر؟ فتجيبه بأنها تبارك من الناس أهل الطموح الذين يستلذون ركوب المراكب الخطرة، وتسخر من القانعين بالعيش الضئيل. بما تميزت قصيدة الشاعر أبو القاسم الشابي؟ السلاسة والسهولة والرقة وقوة التأثير واعتماد الصور الفنية المعبرة لترسيخها في ذهن القارئ. ماذا جمع الشاعر في قصيدته؟ جمع الشاعر إلى أسلوب التعبير المؤثر، السهولة والوضوح في الابتكار مع السمو في المعنى. اذكر عناصر الطبيعة في القصيدة: الأرض وقصف الرعد وعصف الرياح ووقع المطر. عندنا الشاعر بدر شاكر السياب. ماذا يعد بدر الشاعر؟ لماذا يعد السياب في الشعر الحديث؟ يعد السياب رائد حركة الشعر العربي الحديث، الشعر الحر. أهم دواوينه: أزهار ذابلة، أساطير، أنشودة المطر، منزل الأقنان، المعبد الغريق، وشناشيل ابنة الشلبي. علل: ما سبب ريادة السياب للقصيدة العربية؟ نتيجة المحافظة على الوزن، فهو مع دعوته إلى التجديد لم يتخلى عن الوزن الشعري أو يتحرر كليا عن القافية. قصيدته: لأني غريب، لأني غريب، لأن العراق الحبيب بعيد، وأنا هنا في اشتياق إليه، إليها أنادي عراق. هذه القصيدة للحفظ، يعني الطلاب أعزاء الطلبة. عندنا النحيب، يعني البكاء الشديد، الرداء الموت، الفقار هي الأماكن الخالية. أيضا عندنا
ماذا تمثل قصيدة السياب وما العاطفة التي تجلت فيها؟ تمثل هذه القصيدة التي كتبها الشاعر في بيروت صرخة تجسد غربته وكل ما يحمل الشوق من لهفة وحنين، وقد تجلت فيها عاطفة حب الوطن والحبيبة وما سبب له من شجن عميق. ما دلالة لفظة حجار في القصيدة؟ تدل على الغربة التي حولت عالم الشاعر إلى أحجار لا حياة فيها بعيدا عن وطنه وحبيبته. هل ظهرت خصائص أسلوب السياب في القصيدة؟ اذكرها. نعم، مثل سيطرة موضوع الغربة وسلامة الأسلوب وبساطته وجزالة التركيب والمحافظة على الوزن فيه، فهو مع دعوته إلى التجديد لم يتخلى عن الوزن الشعري أو يتحرر كليا عن القافية. عندنا الشاعرة نازك الملائكة، ما اسم أول قصائدها؟ أيضا تعد من أوائل الشعر الذين كتبوا الشعر الحر. قصيدة للشاعر نازك الملائكة سنة 47، وهي من أوائل قصائد الشعر الحر في الأدب العربي اللي هي الكوليرا. ما أهمية مؤلفات نازك الملائكة؟ قضايا الشعر الحديث، الصومعة، الشرفة الحمراء، الشمس التي وراء القمة. قصيدة نازك الملائكة بعنوان الشهيد، علل في قصيدتنا تبدو شخصيتها بوصفها رائدة من روائد العراق الشعر العربي الحديث بفضل دورها في تجديد القصيدة العربية على صعيد الشكل، فجاء النص على شكل رباعيات، وهي بهذا لم تبتعد كثيرا عن شكل القصيدة القديمة وقد نوعت في القوافي بخلاف القافية الموحدة في القصيدة القديمة. ظهرت في القصيدة بعض خصائص أسلوب نازك الملائكة الشعري، ما هي؟ شيوع نغمة الحزن التي نحسها في متن النص، إذ جاءت على شكل صور متراكمة متضامنة تجلت من خلال بناء اللغة الشعرية، مفردة وجملة وسياق وجمالية التصوير وواقعية مثل قولها وفي صبر النخيل. يقول كيف تجسدت فكرة الشهيد في القصيدة؟ تمجد الشهيد بوصفه رمز التضحية والفداء، إذ هو شاهد عيان على جرائم القتل التي يقترفها القتلة والمجرمون الذين يحاولون إخفاء الحقيقة وخنق الحرية، لكن تضحياته تظل شاخصة كلما مر الزمن، تطال برأسها من جديد وتتحدى الطغاة وتبدو للناس في جوانب حياتهم كلها في أغانيهم ونخيلهم وأراضيهم. يقول هل استطاعت الشاعرة في هذه القصيدة أن تصور فكرة الخلود الروحي للشهيد؟ نعم، كيف ذلك؟ فقد أعادت للشهيد حياته التي ودعها حين جعل صوته يتردد في كل أنحاء الوطن محفزا الآخرين ليقبلوا على التضحية والفداء. أعزائي الطلبة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، واحنا مستمرين وياكم، وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف نقوم بحل أسئلة الامتحان الوزاري، انتظرونا. وأيضا عندنا مرشحات ببقية المواد، مرشحات خاصة بالثالث المتوسط. عندنا الشاعر بلند الحيدري، للشاعر بلند الحيدري قصيدة بعنوان إلى ولدي. ماذا تعتبر قصيدة بلند الحيدري إلى ولدي وعما يتحدث؟ تعتبر رسالة من والد إلى ولده، يتحدث فيها الشاعر بلسان الوالد الذي يناجي ابنه في المنام ليكلمه عن رغبته في العودة إلى الحياة، ليحتضنه مرة أخرى ويرى الفرحة في عينه من جديد. والشاعر يختار اللغة ذات التراكيب والمفردات المشحونة بالعاطفة التي تعبر عن حنان الأب لولده. سؤال، عدد دواوين الشعر الشاعر بلند الحيدري: خفقة الطين، أغاني المدينة الميتة، جثنتم مع الفجر، جئتم مع الفجر، خطوات في الغربة. يقول لماذا كرر الشاعر أن الشرطية في قصيدته؟ ليبين أن رجوع الأب هو رجوع الطيف في الحلم واستحالة الرجوع الجسد الواقعي على الرغم من الخلود الروحي. صعبة كانت عبارات الشاعر التي استعملها في القصيدة أم سهلة؟ ولماذا كانت عباراته سهلة؟ فقد استعمل العبارات البسيطة الجزلة ليوصل الفكرة بشكل بسيط وموجز. عندنا الشاعر محمود درويش، محمود درويش شاعر فلسطيني ارتبط اسمه بشعر المقاومة الفلسطينية والثورة والوطن والإنسان. له دواوين أيضا، إدخال الرمزية في شعره كان يتميز، تطور الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية في شعره يمتزج الحب والوطن والحبيبة. من أهم دواوينه الشعرية جدارية، سرير الغربة، حالة حصار في حضرة الغياب.
قصيدة فكر بغيرك للشاعر محمود درويش، وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنسى من يطلبون السلام. هذه حفظ أعزائي الطلبة. قوت طعام الغمام السحاب حيز مكان. ماذا يجسد الشاعر درويش في قصيدته؟ يجسد فكرة الإيثار ونكران الذات والشعور بالآخرين من خلال العرض القصصي الذي يتخذ من الحياة اليومية وتفاصيلها أحداثا ناطقا مكررا الضمير المنفصل أنت، ليجسد بهذا التكرار أعمق الخطاب الوجداني. ما الذي يوضحه درويش في قوله وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام؟ إن الشعور بالآخرين لا يتوقف عند الشعور بالإنسان حسب، بل حتى الشعور بالحيوانات هو دليل على إنسانية الإنسان ونيله. ماذا يدعو درويش في قوته وأنت تفكر في الآخرين فكر بنفسك؟ قل ليتني شمعة في الظلام. يدعو المخاطب إلى التفكير بنفسه ويدعوه إلى أن يفكر في أن يكون شمعة تنير طريق الآخرين. أتجد الشعور بالآخرين محصورا بالحاجات اليومية كالطعام والشراب والمسكن وغيرها، أم أن الإحساس بالآخرين قضية شاملة للماديات والمعنويات في آن واحد؟ الشعور بالآخرين لا يكون محصورا بالحاجات اليومية، وإنما يشمل كل نواحي الحياة اليومية المادية والمعنوية، لأن حياة الإنسان متنوعة لا يمكن أن تتمثل بنمط واحد. أيضا عندنا بماذا تفسر رغبة الشاعر درويش في أن يكون شمعة لغيره ويفكر في نفسه؟ لماذا اختار الشمعة دون غيره؟ نجد في الشاعر في البيت الأخير يدعو المخاطب إلى التفكير في نفسه، يدعوه إلى أن يفكر أن يكون شمعة تنير الدرب للآخرين، لأن الشمعة تحترق وتذوب لتضيء الآخرين. إذن القصائد المهمة يعني تجيكم واحدة من عدهن، أحمد شوقي وقصيدة معروف الرصافي والجواهر ومحمود درويش. زين، الإملاء عرف همزة الوصل وماذا مع ذكر مواضعها. همزة الوصل هي همزة ينطق بها في بدء الكلام ولا ينطق بها في وصله، ويكون رسمها ألف وتكتب ألفا هكذا يعني دون الهمزة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف مثل ابن، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، وفي الحروف نحو العراق، المدرسة، الكتاب في التعريف، وفي الأفعال أيضا أولا مثل أمر الفعل اكتب، انظر، أو فعل ماضي مثل اتخذ، أكل، أو فعل الفعل السداسي نحو استولى. أيضا الهمزة في الأسماء الموصولة الذي، التي، اللتان. متى تحذف همزة الوصل؟ تحذف همزة الوصل من البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تحذف همزة الوصل من كلمة ابن إذا وقع بين علمين ولم يكن في أول السطر. يعني مثلا نقول بلال اسم علم ورباح اسم علم، نحذف همزة الوصل بن، يا ابن العراق شارك في ابن، وإذا وقع بعد النداء نحو يا ابن العراق شارك في بناء الوطن. عندنا همزة القطع هي الهمزة التي ينطق بها في بدء الكلام أو وصله، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف وبعض الأدوات، وتكتب همزة القطع ألفا فوقها همزة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وتكتب ألفا تحتها همزة إذا كانت مكسورة، وتأتي في الأسماء مثل إيمان، أبو أهل، أولئك، أكبر، إسلاف، هذه في الأسماء، وترد أيضا أخذ أخذا، أكل أكلا، أنكر إنكارا، أنجح إنجاحا، وكذلك أيضا في كل ضمير أوله همزة، أنا، أنت، أنتم، إياكم. أيضا تأتي بالأفعال الماضي نحو أخذ، أكل، أشار، أعلم. أيضا تأتي في الفعل المضارع المسند إلى صيغة المتكلم، أقرأ، أدعو، ساعد. أيضا بالأمر، أقبل، أكمل، أحسن. في الحروف إلى أن، أن، أو، وأيضا في بعض الأدوات مثل إلا، إما، إذا. سميت همزة القطع لأنها تقطع ما قبلها عما بعدها لفظا، نجح أخوك في الامتحان، فالهمزة قطعت الحرف الذي قبلها اللي هو من هو الحاء، وعن الحرف الذي بعدها الخاء. الهمزة في الكلمات أيضا التي فيها مد هي همزة قطع كررت مرتين مثل آدم، أصلها آدم. للتفريق بين همزة الوصل والقطع أسبق الكلمة بحرف الواو أو الفاء ثم أنطق الكلمة، فإن نطقت الهمزة فهي همزة قطع، وإن لم تنطق الهمزة فهي همزة وصل.
يعني يقول مثلا وآدم فآدم فأكل فأخذ، فإذا نطقتها يعني همزة وصل، وإذا لم تنطقها فهي همزة، إذا نطقتها فهي همزة قطع، وإذا لم تنطقها فهي همزة وصل. عندنا علامات الترقيم، أول شيء عندنا الفاصلة، الفاصلة شو وقت نخلي الفاصلة؟ بعد المنادى، بين القسم وجوابه، بين جملتي الشرط وجوابه، بين أنواع الشيء وأقسامه، أيضا بين الجمل القصيرة المتصلة التي تتركب من مجموعها كلام مفيد. عندنا ثانيا الفاصلة الملقوطة وتوضع بين جملتين أحدهما سبب لأخرى أو نتيجة لها، مثل كافأ المدير الطالب لأنه تفوق في الامتحان. أيضا عندنا النقطة توضع في نهاية كل جملة تامة المعنى. القوسان توضع بينهما الجمل التي تفيد الدعاء، نحو رضي الله عنه صلى الله عليه وآله عليه السلام. وضعت في بينهما أرقام الآيات القرآنية، أيضا نحو توضع بينهما كل الأرقام التي تقع في وسط الكلام، مثلا توفي بدر شاكر السياب سنة 1964، يوضع بين القوسين الكلام المفسر لما قبلها، نحو الجنان بالكسر جمع الجنة، والجنان بالفتح القلب. علامة التنصيص يوضع بينهما الكلام المنقول بنصه نقلا حرفيا من دون تغيير، كقوله تعالى إنما المؤمنون أخوة. أما الشرطتان فتوضع بينهما الجمل المعترضة التي يقصد بها التوضيح أو الدعاء، نجح أخوك رعاه الله بالتفوق. هذا كل ما موجود أعزائي في مرشحات الأدب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، راح أنزلكم إياها على موقع القناة على شكل صور. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.